هاي الفينك جداولي كديرين لبس عليكم كل شي باخر. نتمنى تكونوا كلكم باخر وعلى خير وفي احسن الاحوال وانتم كتفرجوا فيها. ومرحبا بكم في فيديو جديد، فيديو زوين، فيديو غزال، فيديو مشمش، فيديو ما فيهش المكياج عافاكم، فيه داكشي خفيف ظريف غلوس فغاجو، فهمتوا يعني الجمال الطبيعي. المهم هنا كنا غاديين، المهم غاديين في الطريق ديال الرباط فهمتوا، ولكن غير غاديين ما عارفينش راسنا بالضبط فين غاديين. وحق الله هاد الوقت راه مازال غير كنتناقشوا فين غنمشيو، باغيين نمشيو لشحال من بلاصه وفي نفس الوقت طايحين الى اخره. المهم بقينا غاديين غاديين، كنقولوا صافي خلينا تنقرروا هذيك ديال صافي غير خلينا غاديين تنشوفوا فين غدينا هاد الطريق هادي، داكشي اللي بقينا دايرين. المهم عرفتوا كان نهار زوين ديال بصح، كما كتشوفوا الجو ولا غلطه، واخا كنت لابسه شويه حوايج سخان مي ماشي مشكل، كنت لابسه كول مونتي وكاشكول وعرفتوا جاني الصهد مي ماشي مشكل في الليل عاوتاني كيكون البرد. ايوا صافي هنا كالعاده كنصور لكم الطرقان، تشوفوا الجمال ديال المغرب وداكشي. انا راني عارفكم نتوما مغاربه ولكن نزيد نوريكم الجمال ديال المغرب. انا بعدا المغرب كيحمقني ما نكذبش عليكم. ايوا هنايا حنا يا ربي غيبان لينا شي جروب ديال اصحاب الماطر، ما يمكنش نزقلهم لكم بلا ما نصور. ما عرفتش شحال كيبانوا واعرين في الطريق، وحق الله كيبانوا خطيرين وكيعجبوني، يعني كيكونوا جروبات بحال هكا صحاب، ولا خصوصا الناس ديال اوروبا فاش كيجيو من دول اخرين وكيجيو هنايا كيكونوا اكيب، كيكونوا فيهم مثلا 12 14 موتور غادي متابعين. واو هنا كنا وصلنا لهرهوره وقلنا نهبطوا نضربوا فيه واحد الدوره، واخا انا صراحه هاد البحر ما عنديش معاه، كنظن بلي فايت ديجا قلت عليكم مي ماما وخواتاتي كيحماقوا عليه. صافي منين جينا وبانت لنا القضيه خاويه قلنا نهبطوا نضربوا دوره فيه. هاد الوقيته كانت شي جوج ولا ما نعرف ثلاثه ما عقلتش بالضبط، من المهم راه كانت طنطينه ديال بصح. صافي هنايا بلاصنا الطوموبيل وحنا نهبطوا. ايوا شوفوا فاتي شنو دارت في وجهها، بغا دير البلاصه تقديره واحد البلوس عندي كدار الفم ما كتحيدش، سميتو تنت هو اللي معكره به، ودابا المشكله فاش كديرو فمكم دغيا كيكرم. ايوا الاخت دارتو في نيفها وما ماصاتو شتمتم ويكرم لها في وجهها. شوفوا دابا وجهها كيفاش داير بحال داكشي ديال الكوريين. وماما قالت لها شنو هادشي اللي في وجهك، قالت لها ما عرفتش راه ما غيتحيدش لك دابا الاخت، راه خاصك دير ماكيون في راسك. المهم دابا حنا جينا البحر ديال هرهوره نضربو دوره، عرفتو بحر زوين كتحماق على ماما، انا صراحه ما عرفتش علاش ما عنديش معاه. شوفوا دايرين لهم هنا اللعاب وداكشي، انا ما عرفتش علاش ما تعجبنيش حيين على الدائمه بقا تقولي لنا ما تعجبنيش انا يا هاد البحر هذا ما تيدخلش ليا المخ، هذا هو البحر الوحيد اللي ما تيدخلش ليا الراس. هذا هو اصغر بحر نقدر نقول لكم تقدروا تجيو باش تعوموا فيه. صراحه البحر ديالو زوين ما عرفت انا علاش ما تعجبنيش، شي مره تيقنطني تيقنطني ما عرفتش علاش. شوفوا 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 ما هنا، واو شوفوا 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 هنايا من التحت داير بحال لابيسين، ومن الفوق شوفوا كيفاش هايج تما فين كيصيدوا. شوفوا الشال اللي داير، زيد ما حيدتش له البلاكه ديالو، ريهام قالت لي ويلي انت مازال ما حيدتش لي هذا، هذا حيده حيده حيدي له بلاكته، خارجه بلاكته. شوف صافي دابا مزيان، اش باغا اش باغا بلاكه لا وحده. اش 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 زيد قدامي ما كايناش، زيدي 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 انت وجهك مطبع بالحموريه. خلانه انا نقولها لها، انا نقولها شنو درتي خلانه سير هاي 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 شو سدير الاخت. المهم ما قدرناش، عرفتوا كان الجو سخون ورا بنادم كيعوم، عرفتوا شفتوا ولا لا مي راه البشر كيعوم في شهر 11 وقريب شهر 12 ومازال حنا عندنا المده الصاد. المهم هنا كنا غاديين شادين طريق، صافي قلنا غادي نطلعوا في الطريق ديال بوزنيقه الفوتو الرباط الى اخره، وهي تبان لنا هذه البلاصه هذه دايره بحال الفروسيه صراحه، ما عرفناش كيكون فيها الخيل الى اخره. وديجا ماما كانت شايفاها اونلاين، جاو الناس كيركبوا فوق من الخيل كيضربوا دوره، قالت لي ماما هبطي شوفي الا عجبك الجو صافي نهبطوا. ومنين هبطت لقيت بلي كان خاصنا نكونوا ديجا دايرين ريزيرفاسيون الى اخره، صافي ما كتبش وحنا نخرجوا. وديجا كان الصهد، وليت كنفكر الا ركبت فوق من الخيل ما عرف كي غترجع حالتي. صافي هنا كملنا الطريق ديالنا، هنا قررنا انه نطلعوا لبوزنيقه نتغداو بالشوا عاد باش نشوفوا لينا شي بلاصه اخرى. قلنا اوكي ماشي مشكل، ديجا انا كنت مشهيه الشوا ما نكذبش عليكم، طلعت لي الماكله ديال الزنقه في راس لواحد الدرجه راه ما يمكنش، وبغيت ناكل شي حاجه فهمتوا بحال ديال الدار. ايوا شوفوا بوزنيقه حتى شحال لقينا عامره، وعرفتوا الدنيا وراه ما يمكنش ما تتلقاوش فين تنفسوا، الدنيا عامره لواحد الدرجه راه بزاف، فين ما كندورو كنلقاو الدنيا عامره. المهم هنا دخلنا، اول حاجه قبل ما ندخلو سولنا على الطواجن اللي كاينين، لقينا بقى طاجين ديال الحوت، واحد خديناه وهاد الثاني وقال كان ديال مالي ولا ما نعرف شنو. صافي هنا دزنا عند الجزار، صورت لكم داكشي اللي كاين. المهم تبارك الله الخيرات موجوده. المهم ماما هنا كانت كتقدى لينا شنو ناكلو مع الطاجين، خدات الكفته الكوتليت الطيحان ما قلتش مزيان، المهم وقال هادشي اللي خدات، ولكن راه تبارك الله
لحم غزال غزال وجديد فهمتوا، داكشي كتاكلوا فيه طري جدا. دابا جينا باش نجلسوا، لقينا الدنيا بوك، الدنيا عامره، ما يمكنش ما يمكنش على الله نلقاو دابا غير شي بلاصه نجلسوا فيها هنايا. ما عرفتش دابا واش غادي نلقاو ولا لا. هاد الجريده هادي فين تنجلسين فيها انتم؟ الجريده محال، فين تنجلسين؟ هنا ايوا. واخيرا لقينا لينا هاد البلاصه هادي فين نجلسوا. عرفتوا الدنيا كانت مفرقعه وما تلقاوش فين راه ما يمكنش. عرفتوا راه مولفين شحال كنمشيو في الويكاند لهاد البلاصه هادي، مولفين ديما كنمشيو وسط السيمانه، ما مولفينش باه كتكون عامره حتى الدرجه، وتا لقيناها عامره ما كتكونش عامره حتى الدرجه فهمتوا. يعني راه ما نقولش لكم لقيناها مفرقعه فوق من القياس. صافي هنايا جا السربايب بدا كيحط لينا في كاغيط وداك الشيء، الهام في عالم ثاني، جالسه كتبرد في الطفيرات ديالها. وشوفوا لي هاد المشيشات شحال كيوت، وانا ما تنقص فاتي تخسر لي المنظر. قلت لها حيد راه جالسه كنصور في المشاش، انا كنتسطى على المشاش. ما عرفتش واش فايته قايله لكم ولا لا، ولا كي راه كنحماق عليهم. انا متاكده بلي فايته قايله لكم. شكون كيحماق على المشيشات هنا؟ عاوتاني هزيت راسي للفوق وما يبان لينا الفراخ. شوفوا هاد الفريخ هذا شحال زوين حتى هويا، جالس كيتجسس علينا وفهمتوا كيبرقق. وهانتوما غادي تشوفوا شنو غادي يديروا في الاخر. ايوا خليكم مع الفيديو. حمقني والله تحمقني، صورته حتى شبعت حتى قلت الحمد لله. صافي هنايا الماكله بدات كتحط، وهذا الشيء اللي خدينا. خدينا لينا طويجين ديال الحوت كما قلت لكم، صراحه واحد الطويجين واعر فكرني غير في اكادير، حيت الدجاج اللي صاوبو واللي نصبو الشلح، الكفته كما قلت لكم، الكوتليت، بطاطا فريت. وصراحه بطاطا لقيتها شويه بارده، وانا ما عنديش مع بطاطا تكون بارده ما ماشي مشكل. وهنا الطيحان معمر لينا خاصه، حيت هما ما كيعمروش الطيحان، ولكن واحد الدري زعما الله يعمر هذا راه عمرو لينا. صافي هنا ريهام كتكب لينا في المنظه، واخا هاد المنظه ما بقى فيها ما يتشاف لا بنه لا لذه. هنا ماما كل واحد فينا جات كتحط له في طبسيل، وهنا ريهام دارت المنظه بشاخ كبتها. وهنا فاطمه مشات لديك الجريده اللي وريتكم، طيرت ورده وجابتها لماما وقالت لها ماما ماجي حشومه عليك خسرتيها زعما طيرتها من بلاصتك. وهادشي غير وصيناها وقلنا لها فاطمه الورد ما خصكش طيريه، وتا نتوما البنات تاع الصغيرات اللي كنتو كتفرجوا فيها ما تبقاوش طيروا الورد راه كتقتلوه، راه هو حي وكيحس. ايوا هنايا بقينا كنضحكوا على داك النيف اللي دارت فيه داك الحاله. الهام قالت لي اجي نمشيو لديك الجريده نتصوري، وغادا هما يبانوا لي عاوتاني المشيشات. سلام هاد المشه هادي بعدا انا راه واقيلا فايته مصوره عليكم، ما عقلتش واش هي ولا ماماها، مي هاد المشه انا عاقله على راسي فايته مصوره وحده بحالها في هاد البلاصه. هما كيبغيوش لي قرب ليهم، ما تيبغيوش لي قرب ليهم ما نقولش ليه. شوف عاوتاني هذيك جالسه كتمرمد في الربيع كيحماقوا على الربيع، قربت لها وهي تعلق. انا المشيش ما عرفتش، انا عزيز عليهم ولكن هادو ما فهمتش. وهنا فاطمه زغب الله قالت لك لا بقى تابعهم، جاب لها الله لا تبعتهم راه غادي تشدهم. قلت لها واجري حتى الصباح راه ما يتشدوش لك. وجينا لهاد البلاصه هادي تصورنا فيها، شوفوا الكريسه كي دايرين حالتهم. المهم جلسنا غير فاتجن فاطمه نوضي 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 من تما نوضي، هاي 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 عكره عكره اخت، حنا فين ما مشينا دي حالنا. ايوا فاطمه اها زيدي اختي. ايوا ديك الفراشه بقيت تابعاها تابعاها تابعاها، المهم صورتها، المهم بانت ليا بغيت نصورها. ايوا في الاثناء هادي مشات فاطمه لعند ماما، وهي جات جريت لي اجي اجي تشوفي واحد المنظر. ايوا ها هو المنظر اللي قلت لكم عليه، شوفوا الفراخ خواو الطوب اللي حدانا تجمعوا كاملين ومشاو جالسين كياكلوا. شوفوا يا اختي سبحان الله، عارفين راسهم شنو كيديروا، ما كيجيوش كيما خلات ماما يطفلوا على الناس، كيمشيو للبلاصه الخاويه. وشوفوا كل فريته فريته كيزو، عرفتوا على منظر شحال زوين، كان خاصكم تشوفوا فاصل فاصل. والحمد لله انا ديما كنبقى نطيح في بحال هاد المناظر هادو، كتكون شي حاجه سبيسيال كنطيح فيها وما كتكونش ديما فهمتوا، كتكون اونيك شويه. ايوا ما نقولش لكم شحال صورتهم. انا يا ربي غنطيح على الشارج وتليفوني عامر عب هادشي وحق الله. شوفوا يا اختي كل فريته فريته كياكلوا، اللحم كياكلوا، كلشي زعما تبارك الله حمقوني. صافي هنايا دوموندينا على واحد البريريت ديال اتاي مع هاد المنادر الزويون، كانوا الفريخات مازال جالسين كياكلوا. وعرفتوا واحد البراد غزال ما شهيتكم فيه، خصوصا ملي كتكوني في بلاصه فيها الطبيعه وبحال هاد الاجواء وشويه الغروب بدا كيهبط. واو مهم اجواء
ولا في الاحلام. صافي هنا خديت الكويز زلاتاي ديالي، شربناه في خاطرنا، ومن بعد حنا نخرجوا باش نشدوا الطريق نشوفوا الوجهه ديالنا فين غدينا، حيت كنا مازال مقررين انه نمشيو لشي بلاصه اخرى. صافي هنا في الطريق كنا غاديين بان لينا هاد مول الكرموس، قالت لي ماما هبطي خدي لباباك الكرموس من عنده. هو بنادم عرفتي ما كنبقى نتعجب لهاد البشر هادو. ماما كانت باغا غير كيلو ونص، حيتاش ديك المره في الجبنه خمج لينا. خونا كنقول له خويا بغينا غير كيلو ونص، كيقول لك لا خدوا سله كامله فيها 3 كيلو بزز. واصلا حنا ما عندناش مع الكرموس، يعني باغيين غير القياس اللي ياكلوا بابا ويا ربي عا ما يخمش. هذه الاولى. الثانيه عاوتاني غادي ندايزين فوق هذا الجسر، وريهام قالت كتعاود لي، قالت لي راه واحد خونا كان دايز في طاكسي انت كتصوري في الكرموس، جبد التليفون ويجلس يصور فيه. ما فهمتش شنو الهدف زعما، انا تلاقيت فلانه فاس وجلست كنصور فيها؟ ما فهمتش، هبط اخويا نتصوروا معاه. المهم هنا كنا دايزين فوق من هذا الجسر هذا، وعرفتوا الغابه فيه من التحت، والهام دوزتنا من هذا الطريق باش توريني هذه الدار هذه، شوفوا الناس فين ساكنين. عرفتوا على منظر غيكونوا كيشوفوا سعداتهم سعداتهم سعداتهم، وحق الله ما كرهتش كون غير نشوف داك المنظر بالطريقه اللي هما كيشوفوها. المهم راه هاد الوقيته كنا حنا راجعين عاوتاني من البلاصه اللي جينا ليها الرباط، وبقينا غاديين داخلين من زنقه لزنقه من زنقه لزنقه، دخلنا لهاد البحر هذا اللي فيه هاد لي ريزيدونس. عرفتوا لي ريزيدونس اللي فيه خطيرين الصراحه، اون فاس مع البحر شي حاجه يا سلام. وشوفوا لي البحيره شحال واعره عاوتاني، شوفوا مع الغروب الى اخره. وليت كنقول ماما صافي حبسي حبسي، بقينا الدنيا عامره راه ما يمكن، كلشي كلشي خارج. عرفتوا فكرت غير الاجواء ديال الصيف شويه، وانا نقول عاوتاني يعني عرفت الناس راه عندهم غير الويكاند دابا مع القرايه. شوف على المنظر يمكن خطير، واو خطير ديال بصح الاخوات. وفين لاكليك دورو كامل ابتسمو ريهام ابتسمي فاتي ابتسمو منظر خطير ديال بصح. شوفوا 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 عرفتوا ولا بلاصه شحال واعره راه ما يمكنش على بحر شحال خطير. ما عمرنا ما دزنا من هاد الطريق هادي، هادي اول مره. دابا منين دزنا ما نوصفش لكم شحال عجبني الحال. اختي شوفوا على المهم المغرب قرب يطيح عليها، غادي نمشيو دابايا مازال ما عرفناش فين غنمشيو. المهم حنا غادي نشوفو، خليكم معايا. ايوا هنا غادا طالع الطوموبيل وها مطومين جاري في الواقع. عرفتي دايرين كلمش مع الفار، كلمش مع الفار. جيب لي الله راكي دابز وما قاسين كيضحكوا، هذا هو الضحك ديالهم. كنقول لهم بعدهم بعضياتكم تقولوا لي لا راه كان. صافي هنا كملنا الطريق ديالنا وبقينا غاديين 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 حتى طاح الظلام. ولكن ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلكم بارت 2 وتشوفونا فين مشينا. مشينا بلاصه واعره وتشوفوا فاتي كتغني، غادي تموتوا بالضحك. فاتي كتغني قدام بزاف ديال البشر وما مسوقاش. ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلكم بارت 2 يا طيب ان شاء الله. موحي لكم، باي.